ضبطت مكافحة المخدرات بساحل حضرموت وأمن مديرية الديسي الشرقية كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 30 كيلوغرام كانت في طريقها من محافظة المهرة إلى المكلا. في إطار الحملة الأمنية وضمن العمل المشترك والتنسيق المتبادل، نجاح أمني جديد لإدارة مكافحة المخدرات وأمن الديسي الشرقية. هذه المرة ضبط رجال المكافحة وأفراد الأمن هناك حوالي 30 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها من محافظة المهرة إلى المكلا بحضرموت. تم ضبط كمية من الحشيش صباح هذا اليوم في المنطقة في الديسة الشرقية ضمن إطار حملتنا المعتادة، والذي يكون بين تنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات وأمن مديرية الديسة الشرقية، وبالتعاون المشترك تم ضبط السيارة نوع كوريلا لون أسود على متنها كمية من الحشيش 28 كيلو المادة المخدرة. عمليات تهريب الحشيش تتم عبر السواحل الإقليمية لبلادنا إضافة إلى محافظة المهرة ووادي حضرموت في عملية استهداف جديدة ليس لحضرموت فقط بل لبقية المحافظات الأخرى وحتى لدول الجوار أيضا، ما يستدعي الوقوف الجاد لوضع حد لهذه الظاهرة التي بدأت تتفشى عام بعد عام. كتهريب أساسي يأتي أو يتم تهريب المخدرات عبر السواحل، سواء كانت سواحل حضرموت الممتدة والطويلة أو سواحل المهرة، والتي تلقى بعض السهولة في قضية التهريب. الحمد لله خفر السواحل بالنسبة لحضرموت في تحسن ملحوظ، وإن شاء الله يتم القضاء على أي تهريب سواء كان للمخدرات أو أي أشياء أخرى ممنوعة كالسلاح وما إلى ذلك. أيضا عندنا باب أو بوابة أخرى للتهريب هي الوادي، حيث يتم تهريب المخدرات عبر السواحل وخصوصا المهرة إلى وادي حضرموت، من ثم يتم توزيعها، يعني بتكون هناك مثابة التجزئة ويتم إدخالها مرة أخرى إلى ساحل حضرموت. إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أخذت على عاتقها مسؤولية محاربة المخدرات ومنع تعاطيها وتهريبها من وإلى المحافظة، لكن تبقى الحاجة ملحة لتقديم دعم أكبر لهذه الإدارة التي تفتقر للكثير من الإمكانيات لتتمكن من القيام بواجباتها على أوسع نطاق وبما يتناسب مع حجم ونوعية المهام الصعبة التي يقوم بها رجال المكافحة في الجبال والصحاري والسهول. وللعلم نحن نعتبر الخندق أو الخندق الأول أو الحاجز الأول دخول هذه المهربات وهذه الهافة وهذه السموم إلى دول الجوار، لذا ينبغي على دول الجوار أن تقوم بدعم إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وأيضا إنشاء فرع لها في الوادي، إنشاء فرع في الوادي مقابل الساحل، ودعمه بما يتناسب مع حجم المهام لكي نكون صمام أمان لدول الجوار. زوارق بحرية لتنفيذ المهام في عرض البحر إضافة للكلاب البوليسية وتوفير كافة الإمكانيات لإدارة مكافحة المخدرات بحضرموت لأجل حماية المحافظة ودول الجوار من خطر هذه الآفة الخبيثة، الأمر الذي يستدعي من السلطة المحلية ودول التحالف العربي ضرورة توفيرها. لقناة المكلا، محسن بلبحيث.